البتول الشريف من فلسطين، صانعة محتوى اجتماعي عن فلسطين ومنشدة. انطباعي عن برنامج تأثير انه برنامج بيجمع صانعي المحتوى بمكان واحد، عندهم نفس الاهتمامات، بيتعلموا صناعة المحتوى بطريقة احترافية. صراحة كتير كان اشي مفيد ومثمر، وانبسطنا واجتمعنا بناس كتير كتير مفيدة لحياتنا العملية. رسالتي لمؤسسة توكل كرمال انه شكرا كتير، لانه صراحة التنظيم اكثر من رائع، كل التفاصيل كانت حلوة واستفدنا كتير مع المدربين، وان شاء الله بنتابع كتير فعاليات ان شاء الله. حسن حاضري من سوريا، المجال مختص في الاعلام الرقمي، عملت في عدة مؤسسات. برنامج تأثير كان في الحقيقة تجربة جميلة جدا، بالأساتذة اللي شفناهم، بالعلاقات اللي بنيناها مع الشباب، والخبر اللي اكتسبناها خلال البرنامج. المجال الرقمي هو مجال متطور باستمرار ويحتاج لمثل هذه البرامج، فنحن نشكر مؤسسة توكل كرمان ونتمنى منها برامج مشابهة في المستقبل. مرحبا بالجميع، أنا مودة حيدر من السودان، إعلامية متخصصة في التقارير المرئية وإعداد المحتوى المرئي. برنامج تأثير هو يعتبر بمثابة فرصة كبيرة ومميزة لجميع الشغوفين بمجال الإعلام والمهتمين بصناعة المحتوى على وجه الخصوص، باعتبار أنه فرصة مميزة ومختلفة لهم لتعلم مهارات مختلفة في هذا المجال بالتحديد، تتيح لهم كيفية الوصول إلى جمهورهم المستهدف وتقديم رسالة إعلامية ومحتوى مميز يجعلهم مميزين مقارنة بالأشخاص الآخرين من حوله. نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة توكل كرمان لاهتمامها بهذه المواهب المختلفة والشباب الشغوفين. أنا أحمد طه طاهر من اليمن السعيد وصانع محتوى تقني. صراحة كان انطباعي الأولي أقدر أقول كنت قلق شوية إنه البرنامج مش ممكن يوفي احتياجاتي، لكن صراحة أوجه شكري للمؤسسة لأنه فعلا على قدر التوقعات بزيادة جدا يعني، والحمد لله خرجنا باستفادة كبيرة.